الديناميكية التي تشهدها اليوم الجزائر هي أساس بناء هذا الوطن العزيز. السيد رئيس الجمهورية أنشأ هذه الديناميكية التي تجمع بين أفراد المجتمع ممثلة في المجتمع المدني ومختلف الجمعيات والمؤسسات الرسمية. هذه المبادرة استكمال للمبادرة السابقة والتي كذلك توجهت إلى المناطق المعزولة والنائية في كل ولايات الوطن، لذلك اليوم تحت إشراف السيد وزير الصحة يتم الإعلان عن انطلاقها اليوم للتوجه إلى أول ولاية، اليوم راح تكون إلى ولاية المسيلة وبعد ذلك تتوجه إلى باقي مناطق الوطن. هذه القافلة الطبية التي نظموها الشباب وكانت تحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية هو على رأس هذه الدولة، وسيسعى جاهدا إن شاء الله التقرب من المواطن في كل المجالات.